هو اللي بيصح الأجيال. أنا طبعا أشكر قناتكم الرائعة جدا اللي تنقل المتظاهرات، أنا أعتبرها هاي قناة الشعب العراقي. والله خويي احنا نشكركم على هذا بسكم ونشكركم على وقفتكم ويانا وما قصرتوا، بس انتم القناة الصادقة والله. نحن ممتنين لهذه القناة. أشكركم بالأول وأشكر قناة الرافدين، حياك الله، البناءة بنقل الأحداث. نعم. أحب أقول لإخواننا العراقيين المتواجدين الأحرار، إحنا معاكم قلبا وقالبا. تحياتي لحضرتك والقناة الرافدين البطلة، حياك الله، والدور الوطني الكبير اللي دا تقوم به. على قناتكم الشريفة اللي تواكب الحدث أول بأول. احنا نشد على عيد اخوان الثوار. نشكر قناة الرافدين على هالبرامج اللي قاعد نشوفها اللي قاعدة تشجعنا ونشوف شباب العراق. أستاذي العزيز ربي عافيكم إن شاء الله على هالقناة الطيبة اللي موالي عنا اللي بيها نحس بجروحنا وتعبنا وآلامنا كلها من نشاهد مرتاح، والله مرتاح. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أول شيء بارك الله بكم، تصيركم تظاهرات من يوم 1/10 لحد هاي اللحظة، حياك الله، وأنتم مشكورين ومأجورين على هذا الشيء، بارك الله بكم. حياك الجميع وكل كادر القناة، حياك أخوي، هذه قناة البطلة هي منبر الثائرين في العراق. أبدي كلامي محيا قناة الرافدين لما تقدمه من خدمات للناس لرؤية ما يحدث في العراق، ونحن خارج العراق نبكي دما على شهداء العراق. هي قناتكم طبعا تبقى قناة الوطنية الوحيدة في العراق تطلع بث مباشر مع الشعب، وقناة الوحيدة اللي ما تطلع دعاية، يعني هاي ملاحظة. شكرا على مالكم القناة، القناة هاي مشرفة. نعم. مشرفة هذا... أحسن قناة اللي نشوفها احنا. طبعا أبارك بجهود قناتكم هاي الجبارة، حياك الله، هذا واجبنا أخي. والله العظيم انتم بيضين وجوهنا من بعد الثوار طبعا. الله يسلمك، جزاك الله خير، جزاك الله يسلمك، الله يحفظكم جميعا، الله يجازي مدار حسناتكم. امين يا رب، الله يسلمك. انتم فخرنا، انتم هاي قناة العراقيين. هو اللي بيصح الاجيال.